مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد تحياتي بضيفي اللي موجود معايا في الاستوديو دكتور علي قطب، أستاذ المناخ والنائب الأسبق لرئيس هيئة الأرصاد. برحب بحضرتك معنا مرة تانية يا دكتور علي، وبالتأكيد يعني هيكون لنا تعليق على دعوة الرئيس وأثر هذه الأزمة على العالم من نواحي طبعا الطاقة والأمن الغذائي وما إلى آخره. لكن في الشق السياسي خليني آخذ تعليق سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك معنا يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا استاذه لبنى. اهلا وسهلا بحضرتك. المشاهدين جميعا مضيف الكريم. اهلا وسهلا سياده العميد. يعني طبعا هذه الرساله اللي وجهها الرئيس للعالم كله، والحقيقه طبعا اكد عليها الامين العام للامم المتحده وكمان الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات، اهميه الرساله دي في الحضور الكبير والعالم كله موجود وبيتابع كمان اثر هذه الازمه والرساله السياسيه دي، ازاي حضرتك شايفها؟ يعني حقيقة أستاذة لبنى بنقل لحضرتك من موقع الحدث من مدينة شرم الشيخ، من خارج القاعات. الحقيقة دعوة السيد الرئيس النهاردة لقت استقبال إيجابي للغاية، وفتحت طاقة إيجابية أمام كثير من القادة العرب والأجانب وغيرهم الحقيقة من المتابعين. الجميع استقبل هذه الدعوة بتقدير كبير جدا، إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمر هذا التواجد الواسع واهتمام العالم كله. كان منصب النهاردة على مدينة شرم الشيخ من أجل إطلاق هذه الدعوة النبيلة للسلام، دعوة تبحث عن عالم أفضل للبشر وللإنسان في كل دول العالم. النهاردة لمسنا هذا التجاوب الكبير الحقيقة من الصحافة ووسائل الإعلام العالمية، وهي تنقل هذه الدعوة الرئاسية بوقف الحرب الروسية الأوكرانية من قبل الرئيس المصري على نطاق واسع، وكانت هي الحدث الأبرز والأهم في هذا اليوم الرئاسي، يوم كلمات السادة الرؤساء جميعها. حظيت هذه الدعوة بتقدير من كونها ربطت ما بين حدث التهديدات البيئية والمناخية باعتبارها أزمة كونية، وأشار السيد الرئيس بأن العالم كله أصبح اليوم بعد 8 سنوات من عمر الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا صارت هي الأخرى تشبه الأزمة الوجودية، الجميع يدفع فاتورة باهظة. النهاردة الرئيس كان بيتحدث كعادته بصدق وبشفافية كبيرة، بحثا عن رفع كاهل المعاناة عن شعوب الدول العالم كافة جراء هذه الحرب. نعم، شكرا لحضرتك سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.